كيف كيفاش شفت المنتخب بالساعة جلوبالمون البارح قبل ما ندخلوا في التفاصيل ضد بولونيا؟ والله انا ما طونطون ما كمشاهد البارح كيما تفرج الناس كل عملنا الشوط اول محترم جدا ما وجود مصباح صانعي ومين درمول اللي كانوا ما اون بلان فورم بالحق ما نتاسف اللي ما ملقيناش ما شكون يهز معاهم شويه الحمل ما جري ذي كل ما حتى الولاد الاخرين ما شاككش فيهم ما عملوا اللي عليهم حاولوا ما يعاونوا ويدزوا مع اصحابهم كما تعرفوا ما فما برشا لاعبين جدد اول مره يشاركوا في المونديال المونديال ماهو ساهل راه معناتها غرون دي شيونس هذيا يلزمك تحضر لها برشا ويلزمك معناتها تكون عندك خبره كافيه. في الشوط الثاني اللي هم اخذوا علينا الفارق فيه المنتخب البولوني شفنا معناتها اخطاء تكتيكيه شفنا معناتها اخطاء نتاع قله خبره زاد نتاع وليدات صغار هلا غالب الكره معناتها ما نصفتناش. معناها اخطاء تكتيكيه وين بالضبط؟ اخطاء تكتيكيه والله ما تبتتر خاطر فما جوارات ما تتعبوا فيزيك مو عملنا دي شانجمون مش في بلاصتهم رينا كيلكو بوست ناقصين بالحق الاجنحه نتاعنا ناقصين على الاخر اللي هما القوه الضاربه نورمالمون تلقاها في المنتخبات الكل رينا البارح منتخب البولوني ما الاجنحه نتاعو زوز بيناتهم معناتها 16 موت احنا سجلنا بونتو وحيد تقريبا لا بونتو وحيد ومعناتها كوره مشات خاطئه معناتها غاسين تومي اللي معناتها ريكوبيريها في الزون وهزها وشاطها الفول زاد ما نجموش نلوموا عليه اللي عمل اللي عليه عمله حاول معناتها يلعب معناتها في خطة مدافع نمرة اثنين ولينا معناتها لعب الدائرة نتاع المنتخب البولوني معناتها تك عليه مرتين خرجوا دو مينوت كبير عليه معناتها خرج دو فوا دو مينوت ما تنجمش تطلب منه أكثر حبينا مدريد كان حذرنا أكثر معناتها خاطر هذاك هو معناتها الكلي نتاعنا كنا مش نعديو به معناتها الدور الثاني منتخب بولوني منتخب بولوني زاد مش فريق قوي معناتها اللي معناتها الناس الكل تحكي عليه فريق متواضع بارابور معناتها النيفو أوروبيان ما حرفناش الحظ البارح غلب راتينا الماتش نتاعنا مازالونا تعوض الماتشات مع المنتخب البرازيلي المنتخب الاسباني اليوم الماتشات صعب على الاخر ان شاء الله كوره مدوره معناتها وانا عندي كونفيونس في الولاد الكل ومع شويه قليب ويلزمنا معناتها نخليو معناتها نقعدوا كونسونتري ما طيحوش يدينا الكوره تتلعب معناتها سور تيران 60 دقيقه ان شاء الله ربي يوفقهم الاولاد ونعرفهم رجال بقدره ربي مادام هما قلوبهم باهي الوليدات وكل شيء اما صعبت مروان صعبة برشا باش ما نقولش صعبة صعيبة برشا اسلام اما ديما كيما نقول نقعد كرة تقعد مدورة الاولاد معناتها نحن تونس معروفين شوية قلايب وكل شيء هذا اذا كان ما جاتناش هدية خاطر تو اخر الاخبار الجاية من مصر تقول منتخب البرازيل عنده برشا اصابات بكورونا فما امكانية مش مؤكد لكن فما امكانية انه يقع استبعاده من البطولة هذا مازال مش مؤكد باهي مروان باش تفسر البارح شفنا كان مصباح تبارك الله عليه محمد امين درمول كيف شوية قل شوية جهاد لكن ما شفناش بقية الملاعبية البارح والله كيما رينا البارح مصباح صانعي تبارك الله عليه معناتها كان في نهاره البارح تمنينا كان جا فما شكون وراه اللي يرتح عليه شويه معناتها يشد في الريتم نتاعو هو شويه خاطر مصباح ما تنجمش تطلب منه معناتها دفاع وهجوم لمده 60 دقيقه راهو من هو الانسان في النيفو هذا مستحيل انا كنت معاه معناتها في التحضيرات وحتى في دوره قطر زاد كان نفس الريتم معناتها يتعب الجوار درمول لاعب معناتها موهوب عنده بوتنسيال قام باللي عليه البارح مالغري اللي تمنيته معناتها كان سيب اللعب اكثر لاصحابه يعني اما هو بتاتر فيو معناتها ما فماش دي سوليسيون ولا معمل على روحه على الاندفيدواليتي نتاعو ونشاهدوا بالحق كما قلت قبيله معناتها الاجنحه وشفناه يعني. حتى في لقطه طلب التغيير ما عادش فيه طفل هو ذيك هي معناتها نيفو انترناسيونال هذا نيفو في لو نيفو راهو ما تنجم فما حتى جوار نجم يسد لك 60 دقيقة كون شي ترقى جوار معناتها كاكسيبسيونيل معناتها اللي نجم يلعب 60 دقيقة ما نحن بالرصيد البشري اللي عندنا وكل شيء ماذا بينا كان لقينا معناتها جوارات اللي تهز على بعضها عم بيطعم بعضها يرتب على بعضها انت خاصة بياس متريس نقولوا في الدفاع نتاع المنتخب انت سامي السعيدي كي جاي حب يعمل منظومة جديدة تعتمد خاصة على الدفاع معناتها انت كل موجود في التحضيرات تأكد لهذا ولا صحيح كيف شفت الدفاع البارح هل شفت نتيجة عمل نتاع المدرب نتاع التحضيرات؟ والله يا بالحق معناتها اللي استجلوا الأنين ما تحكيت مع المدرب أنا كنا عاملين معناتها منظومة نتاع دفاعية ذيك في الديفونس في النيفو انترناسيونال تحب تربح ماتشاتك لازمك تبدا تاسيوري الديفونس نتاعك لازمك ديفونس واقفة مش تحي تقص الكور نتاعك وتطلع تماركي معناتها ماتشات في الاتاك فاسيلمون البارح ما نجمش انا اللوم معناتها كيما جا جبل ما نجمش اللوم عليه خاطر الجهاد انا معناتها كنت معاه في التربص عنده معناتها بروبليم معناتها دودو ظهر يوجع فيه معناتها بيك يلعب اتاك ديفونس عمل لي عليه ما قصرش وديما معناتها عندنا من دورة قطر عندنا مشكلة نتاع كومينيكاسيون في الديفونس عندنا بيفون خليه وحده برشا السكتور سنترال نتاعنا اللي هو يلزم يكون القوة معناتها ماهوش كومباكت الدفاع اي ماهيش الديفونس ماهيش لاحمة معناتها ما فماش كومينيكاسيون ما فماش كيما نقولوا احنا
فماش مفاهمة معناتها في الدفاع في الوسط. البيفو تعبنا برشا البارح. صحيح مع البريسيون نتاع الماتش وكبر عليهم ماتش الاولاد معناتها حبوا يعملوا ديزيفور للي معناتها ولا اكسي معناتها خرجوا شوية من الماتش. يلزمنا تو الماتشات اللي مازالوا الزوز يلزمنا معناتها نقفوا ونحاولوا معناتها نصلحوا شوية من الأخطاء نتاعنا هذوما مازالنا معناتها نهار غدوة نلعبوا الماتش الثاني يلزمنا نقفوا. نتفرجوا شويه في منتخب البرازيل ونتفرجوا في رواحنا. ما وين حسب ما نشوف المدرب يحب ينقص ماك التغييرات بين الدفاع والهجوم. صحيح عنده الحق. فما جابت فاعليه ولا ما فما شيء البارح؟ هو ينجم يكون لو كي تلعب هو نعلى فانك كنت حاضر معاه في قطر عملنا مجهود باهين خاطر اعتمدنا على الهجمه المعاكسه والمونتي دبال نطلعوا كوره فيه سيزمك سته سير تيران ما تضيعش وقت تعمل شونجمون. البارح بدينا من الاول هكاك. وش فما شويه زاد البارح اللي قتلتنا شويه في المباراه اللي ما طلعناش برشا كوره تشوفوا الهجمات المعاكسه ماركينا كان كوره وعندنا كوره ضيعناها ما عملناش دي مونتي دبال. ومن بعد ولينا فورسي مو بعد ما خرج مصباح الصانعي وصار شويه تغييرات اللي فما لاعبين يلعبوا كان دفاع ما يطلعوش للهجوم ولينا نخسر معناتها في شونجمون وزوز معناتها في الهجمه المعاكسه اللي ضيعنا بها على الريتم نتاع المباراه اللي بدينا بيه. حبيت تكون موجود. لا فما حد ما يحبش يكون موجود في بطولة عالمية شيونس كيما هذه كبيرة الناس كلها تحب تكون موجودة. وانا معناتها سان في دلابين كي نشوف معناتها اصحابي هكايا معناتها يقالي معناتها مش لقاو دي سوليسيون يحبوا يربحوا عباد ضحات عباد جات عباد عطات ما عندها مضحك شيء يحبوا معناتها يشرفوا المنتخب التونسي العباد تستنى فينا ورانا. انا تمنيت نكون معاهم ونعاونهم باللي نقدر. مي صاروا شوية صار سوء تفاهم ربي يدري كان السبب. تو نجيو كنت نجم تعاون مع الوالد البارح ماتش البارح مثلا خاصه كنا معناتها ما كانش ماهيش خير منا بولونيا الحقيقه. الحقيقه كلامك صحيح اسلام بولونيا مش اقوى منا واحنا كان جينا او كومبلي كونتر بولونيا نجم نربحوا فارق 6 7 اهداف بالمرتاح. وتعرف واحنا في مونديال 2019 منتخب الاتريش ماشيين باش نربحوا منتخب الاتريش وكي حكى تركيا برقينا رجال ولعبنا وربحنا 6 7 بونت وترشحنا للدور الثاني ماكري العباد ما كانش راضي علينا. انا البارح منتخب بولونيا نشوفه معناتها في المتناول نجموا نربحوه موش منتخب قوي كان جينا كاملين. البارح اللي نقص شويه لاعبين الخبره مصباح انا ما نجمش نلوم عليه خاطر ما نجمش يهز ماتش كامل. عمل لي عليه مصباح عمل لي عليه حد. انا تمنيت البارح اكون موجود باش ندز مع اصحابي نعاهم باللي نقدر حتى دفاعيا. ماكري جياد ما قصرش ما شاء الله عليه لعب اعطى ما عنده. حتى الوليدات الاخرين ما نجمش نلوم عليهم زاد اول بطوله يشاركوا فيها وفما عباد ما خذتش فرصتها كان كيما شوفوا محمد السوسي تخلوا وخرج. جيست باش نسالك على محمد السوسي يعني تعرفه مليح محمد يلعب معاك حتى في الفريق نتاعك في ترومبلي. مروان ما شفناش محمد العاده البارح عمل فما برشا بلاصات غلطه ما عاوناش. والله يا اسلام انت توا تتفرج معناتها كيما الشارع التونسي ماكش حاضر معنا في التحضيرات. محمد السوسي حتى نقولوا محمد السوسي جوار ديكسبيريونس عنده لي كاليتي عنده كل شيء نجم يعاونك. انا اللوم هنا معناتها العباد اللي دايره بيه انت تاثروا تحطوا في دي كونديسيون تحطها معناتها ترجعوا ميم حتى معناتها يتعدى باساج فيد ترجعوا انت معناتها في تعطيه كونفيونس ترجعوا في اللعبه وباللي تحب ولا تكره مش طفل صغير محمد السوسي مش عامل لك اخطاء معناتها بديهيه معناتها في الماتش مش عامل لك غلطه ولا زوز اما وقت اللي تحك الركيب مش طرقه. انا تمنيته كان زاد عمل عليه اكثر المدرب البارح وخلاه يلعب سيرتو في الدفاع كيما رينا قعدنا نبدلوا برشا جربنا برشا دي سيستيم في الدفاع ما لقيناش معناتها الكومبينيزون اللي حاجتنا بها تعدى الماتش واحنا نلوج باش نسكر سكتور سنترال اللي ضيعنا معناتها في الماتش. انا مازال تنزل ماتشوات ان شاء الله يحكيوا مع محمد يرجعوا معناتها يعطيوا شويه ثقه في نفسه خاطر جوار كبير ونعرفوا الناس الكل. تعبتنا برشا البوست هذيك السنترال مروان. غالي ما نخرج وسام ومن بعد سليم ما لقيناش شكون فهم. هو سليم تو نشوفوا في اي منتخب في العالم راه لازم ديما عندك جوار سنترال فيكس هذا يلعب كان دفاع. شوفوا منتخب الاسباني عنده فيرا موروس شوفوا حتى البرازيل كان معهم بيتروس يلعب في برشلونه توا متى مش معهم لاسباب الكورونا. احنا مشكلتنا توا مازلنا ما لقيناش شكون معناتها انسان فيكس يلعب في السنترال اللي ما احنا نجم نبدلوا عليه كيما انا كيما مصباح كيما السوسي. سي دوماج بالحق نحن عندنا نوع معناتها انفكتيف ريدوي جوارات معناتها قليل توا في تونس اللي نجيو معناتها نضحيو بها من قبل ما يبدا المونديال. معناتها اللي احنا نورمالمون مانيش فرنسا ولا مانيش دنمارك ولا معناتها اللي عندك 1000 جوار يستناو التالي معناتها ايزون ميم نيفو. احنا عندنا جوارات معناتها معينين شويه تمنيت كان عدينا معناتها البطولة العالم هذيا حاربنا بهم شويه ومن بعد تحب نعملوا نظام في المنتخب تحب تنظف تحب تعمل تشبيب عندك الوقت وما ننساوش عندنا تي كيو ومواد مارس هذيك معناتها كاليفيكاسيون جوز اولمبيك حشتنا بالناس الكل ولو اني صعيبه برشا مع الكراسي سيرتو معناتها بعد اللي صار هذا كل انا نقول لك راه فما برشا لاعبين زاد الحق
توجعوا من الحكايه ذي معناتها، وما نسميوش تخاذر، خاطر الانسان كي تمسه انت في صورته اللاعب، ولا تمسه معناتها في كاريره، ولا تمسه معناتها في الايماج نتاعو، ماهوش معناتها تمشي يرجع لك معناتها 100%، ولا يرجع لك معناتها اونيت ولا صافي، معناتها مش تمس ايه، معناتها انت كانك باش ترجعوا من بعد كانك صحيح، معناتها باش ترجعوا جوست معناتها باش تقضي بيه حاجتك.